السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله راح نشرح المحاضرة الأخيرة، المحاضرة السابعة لمادة معدات واستصلاح الأراضي. راح أترجم لكم إياها باللغة العربية. المخندقات تتكون من سلاح لقطع ونقل وحفر التراب اللين وصلبة، وتنقل الحركة للسلاح عن طريق حزام، أو هي عبارة عن قطعة من معدات تستخدم في معدات البناء أو لحفر الخنادق، وعادة يوضع تحتوي على أنابيب أو كيبلات، ويتراوح حجمها من الصغير إلى المتوسط، وتستخدم وتكون يا أما مسرفة أو عجلة، وتستخدم لتصريف المياه والحفر، وهي جيدة حيث نحصل على عمق موحد ومتساوي، ولا يمكن استخدام الكتل من التراب لردم بعض الأحيان. نتاجية هذه تكون أكثر أقل من الطبيعي، وتتحرك الحفارة أو المخدق للأمام لحفر الخنادق، وتقوم الماكينة بدورها بحفر بشكل مستمر. بها نوعين مثل ما ذكرنا، عجلات أو مسرفة. أنواعها تأتي بأحجام وأشكال مختلفة اعتمادا على العمق صلابة السطح، ويجب التعامل معها لأنها أدوات جدا خطيرة. هذا الشكل يوضح لنا المخلقات.